السلام عليكم، حياكم الله يا أخوان في درس جديد في برنامج السينما 4D. واليوم موضوعي عن البلو برينت أو الرفرنس. لو نشوف عندي هذا المجسم داخل السينما 4D، عشان تبدأ بتصميم مجسم بهذه الدقة وهذه الاحترافية، محتاج إنك تكون متمكن موضوع النمذجة أو الموديلينج وعارف الأدوات قبل لا تدخل هذا المجال. بس موضوع اليوم مو عن إن شلون نصمم هذه السيارة، موضوع اليوم شلون راح نستخدم البلو برينتس. مثل ما انتم شايفين هذه الصور، في صور من أكثر من جهة عشان تساعدني أعرف تفاصيل هذه السيارة. لو نخفي هذا الشكل أو السيارة راح تطلع لي هذه الصور من فوق، من الامام ومن الجنب. الحين راح نتعرف شلون راح نستخدم هذا البلو برينت او الريفرنس. اول شيء محتاج تكون عندي صورة مثل هذا الشكل. هذا الشكل اللي يعطيك مو شرط سيارة، ممكن تكون شخصيات، ممكن تكون سلاح او طيارات او اي شيء. يكون هذا الشكل اسمه بلو برينت او ريفرنس، ممكن تحصله بالنت. نفتح هذه الصورة بالفوتوشوب، نحاول ناخذ كل صورة بروحها. عقب ما حددتها اسوي دوبليكيت، اضغط كليك يمين convert to smart object، بعدين دبل كليك عشان تطلع لي السيارة بروحها، او عفوا عشان تطلع لي الصورة بروحها. احاول اقصها على اطراف السيارة بالضبط. هذه الطريقة احفظ هذه الصورة. احفظها باسم رايت، تكون الجهة اليمنى هذه. بعدين اخذ هذه الجهة كنترول جي دوبليكيت، بعدين convert to smart object دبل كليك كروب. حفظ الصورة، فرونت، نحدد هذه الجهة اللي من فوق دبل كيت كليك يمين سمارت اوبجكت دبل كليك وكروب تول.
احفظ الصورة. توب، اسميها توب جي بي جي. اروح لسينما 4D، فايل نيو، نبدأ بالفرونت اوبشن، فرونت، احاول اخفف من الصورة، اروح عند رايت اوبشن كونفيجر باك، اختار رايت، اخفف من الصورة، روح عند توب اوبشن كونفيجر توب. بس بهذا الجهة محتاجين تغيير، نغير الاتجاه، خليه سالب 90، وهذه الصورة تعتبر أكبر من هذه الصورة هني. لو نبي نتأكد من الحجم، هذه سايزها من عند الواي، ننسخ السايز، نروح هني عند فرونت، نسوي بيست، راح تصير مثلها بالضبط. الحين عندي هذا البلو برينت جاهز او الرفرنس. الحين ابدأ اصمم الشكل اللي ابي، ابدأ من عند رايت. طبعا تقدر تبدأ من اي جهة انت تحبها. ابدأ بالتصميم على هذا الشكل، ابدأ بلين، احط السيجمنت واحد واحد، احول بلين الى بوليجونز. انا راح اسوي تصميم سريع، راح يكون شغلي سريع على هذا الشكل. من عند هذه المنطقة راح احدد هني، وهني الحين أبدأ أعدل البلين اللي عندي على حسب الصورة. أمشي على هذا الخط،
أحذف النقاط الموجودة هني، لاين كات مرة ثانية، احدد اللاينز اللي هني، اسوي لهم اكسترود، خليهم في مستوى واحد، هذا الشكل عندي بهذه الطريقة. احدده بالكامل، اسوي اكسترود، لين اوصل هني مثلا، اروح عند الجهة فرونت، واعدل هذه النقاط، حدد هذه الجهة، سوي تعديل بسيط هني، ممكن اروح من الجهة توب واقعد اعدل بالتصميم اللي عندي،
طبعا تحتاج انك تصمم من جهة واحدة كافي، لانك راح استخدم الحين بعد، فلنفرض ان بعد ما خلصنا الشكل بالكامل، كل اللي علي اني اسويه اني اختار سيمتري، اضيف بلين الى سيمتري، نضيف لاينز عشان نشوف. هذا الدرس باختصار، أشكر لكم متابعتكم، حبيت أن يكون الدرس بسيط وسهل عشان الكل يقدر يتعلمه بسرعة، ومثل ما قلت لك عشان تطبق هذا الدرس محتاج أنك تتعلم أدوات التصميم وتكون متمكن منها عشان تقدر تصمم السيارة اللي تبيها شيء احترافي. وحبيت أني بس أشرح فكرة البلو برينت أو الريفرنس. أتمنى أن الشرح عجبكم وإن شاء الله تستفيدون منه، وأشوفكم في دروس جاية إن شاء الله.